وهو يفعل ذلك يعتقد أنه لا يؤذي أحد، ولا يعرف أنه هو نفسه الضحية. لا يعرف أنه ينحدر إلى طريق الإدمان، إدمان ليس كباقي الأنواع من الإدمان، لأنه متوفر للجميع ولا قيود عليه، ولأنه يترك أثراً لا يمكن محوه من أدمغة المصابين. هذا الأمر منتشر بشكل كبير، ولكن لا يوجد من يتحدث عنه. في جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأمريكي للدكتورة ماري آن لايدن، قررت أن إدمان الأفلام الإباحية أخطر من إدمان الكوكين. It robs them of the chance to be the kind of men they know they can be. It robs their family, their community, and their country of all that they could have offered. أصبحت الأفلام الإباحية الوسيلة الأساسية لنشر وتعليم الثقافة الجنسية في بلادنا، نظرا لعدم وجود خطة واضحة لنشر الثقافة الجنسية الصحيحة، مما أدى إلى وجود ثقافة مبنية على أسس خاطئة بل ومنحرفة. هناك دائرة مغلقة للإدمان وألفة المعصية تتكرر دوريا بحسب شدة هذا الإدمان، فيأتي التبرير ومن ثم الندم ومن ثم التوقف ومن بعدها السقوط والعودة مرة أخرى بسبب حافز معين. هنا مركز المحاكمة وكابح الرغبة لدى الإنسان. تحفيز مركز الرغبة بالإدمان البصري يؤدي إلى إنهاك الناصية وتخريبه، فتضعف المحاكمة لديه وإدراكه للعواقب. ثم يصبح عنده ما يسمى بمتلازمة الفص الأمامي، وهي الاندفاع دون النظر إلى عواقب الأفعال والتركيز على فعل معين وتكراره بصورة وسواسية، والهشاشة العاطفية وتقلبات المزاج. أثناء الجماع بين الزوجين يفرز هرمونين وظيفتهما تعزيز الثقة والتقارب العاطفي لدى الزوجين. غياب هذين الهرمونين عند الاستمناء المصاحب لمشاهدة الأفلام الإباحية يؤدي إلى انفصام الجنس عن الحب وانعدام العواطف الضرورية لإنجاح الزواج، وتصبح لذة مشاهدة الأفلام أكبر من تلك الناتجة عن الجماع، وهذا يؤدي إلى الوحدة والإحباط، فطلاق وتفكك. إن مخاطر الإباحية تتطلب منا تحركا جادا وفاعلا لمواجهتها. صناعة إعلام هادف وبناء مضاد للإعلام الإباحي ومنافس له. احتواء طاقات وعقول الشباب عبر الأنشطة الرياضية والثقافية الفاعلة، وعدم ترك مساحة للفراغ الوقتي أو الذهني. إلى كل مدمن، إن انتصارك على الإدمان هو أهم انتصار في حياتك، هو أن تنظر في المرآة فترى إنسانا منتصرا حرا متزنا بكل معنى الكلمة. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. إن النصر الحقيقي لابد أن يبدأ من الداخل، لابد أن يبدأ من النفس، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من